في تغطية جديدة من تغطياتنا المتتابعة على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع. النهاردة تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج من إلقاء القبض على ناظر مدرسة ابتدائية وعامل. إذن إيه قصة هذا الناظر والعامل؟ أيضا الحقيقة أنه الناظر والعامل كانا يقومان بترويج كمية كبيرة من مخدر الشبو بلغت حوالي كيلو جرام تقريبا، والكمية قدرت بحوالي 1.5 مليون جنيها، وكان يقيمان بدائرة مركز جرجة. الحقيقة انها واقعة غريبة طبعا، خاصة ان المتهم فيها هو ناظر مدرسة والمفترض انه يكون معلم فاضل وليس شخص بيتم القبض عليه وهو يروج لكمية كبيرة جدا من مخدر من اخطر المخدرات. وده يمكن بيخلينا نسلط الضوء على هذا المخدر، وهو مخدر الشبو واللي بيتردد اسمه في العديد من الحوادث، خصوصا تلك التي يرتبط اسمها بالمذابح زي مذبحة الفيوم الشهيرة، ويعني لو حضرتكم بتتذكروها خلوني أفكركم بيها وبتفاصيلها واللي حصل وقتها. الحقيقة إن وقتها قام فران كان بيتعاطى المخدرات وبالتحديد مخدر الشبو، قام بالتخلص من زوجته وستة من أبنائه وتوجه إلى قسم الشرطة وسلم نفسه لرجال المباحث واعترف بتفاصيل الجريمة كاملة. الحقيقة إنها كانت واقعة يعني محل جدل كبير جدا، وكلنا تابعنا تفاصيلها الأغرب على الإطلاق. إذن ماذا عن مخدر الشبو وأماكن زراعته، ولماذا بدأ يتردد اسمه كثيرا خلال السنوات الأخيرة الماضية؟ مخدر الشبو هو مخدر بيتم استخراجه من مادة الميثامفيتامين، وهي مادة منشطة للجهاز العصبي، بيتم تصنيعه معمليا في شكل بلورات أو حبيبات كريستالية زرقاء وبيضاء لامعة. وأيضا هذا المخدر المعروف شعبيا بالشبو هو مخدر كيميائي من أصل غير نباتي، أول من أجرى تجارب حول المادة ومدى نشاطها كان شخص ياباني يدعى ناجاي يوشي، وأجرى هذه التجارب عام 1893، إذ يستخلص هذا المخدر من مادة الأم فيتامين الكيميائية، وازدهر استخدامه بشكل كبير جدا في الحرب العالمية الثانية حين طلبت ألمانيا النازية من عملائها صناعة منشط بكميات كبيرة لتحسين أداء الجنود والجيوش في الحروب بشكل يمكنهم من هزيمة الأعداء. عرف انذاك بالكريستال أو باسم المنشط النازي، وبعدها ظهر كمنشط بيتناوله بعض الرياضيين الخارجين عن القانون لتعزيز نشاطهم، إلا أنه جرى حظر تداوله عالميا بعد أبحاث دقيقة أفادت بأنه بيدمر الجهاز العصبي، فهو عبارة عن قطعة بيضاء بتشبه الكريستال أو قطع الملح ناصعة البياض، بيتم حرقه واستنشاق غباره عن طريق الأنف أو الفم، ويظل متعاطي الشبو لمدة 4 أيام في حالة يقظة مستمرة، بيستطيع أن يعمل دون توقف متعاطي هذا المخدر، وأيضا إذا يعني استمر وانسحب أو انسحبت الجرعة من جسده في الحالة دي من الممكن أن يظل نائما بدون حركة لمدة 2 يومين كاملين. والحقيقة أنه مخدر الشبو بالنسبة للمتعاطي له أول مرة بيظل في جسده 4 أيام، وهذه الجرعة إذا تكررت بتسبب الإدمان المستمر للشخص وتظل فعالية الجرعة بالجسد لمدة 1 شهر كامل. خلوني أقول لحضراتكم كمان أن في حالة تناول المتعاطي جرعة زائدة من هذه المادة القاتلة بيرتفع ضغط الدم يعني بطريقة مفاجئة وبصورة غير طبيعية، مما يمكن أن يؤدي إلى انفجار في شرايين المخ أو القلب، وبالتالي قد يؤدي لا قدر الله إلى الوفاة. يحدث أيضا مخدر الشبو أثار جانبية خطيرة قد تصل بصاحبها إلى الانتحار أو ارتكاب جرائم القتل. كمان بيعاني متعاطي الشبو من نوبات اكتئاب مفاجئة، وده بيكون نتيجة انخفاض في هرمون الدوبامين وهو المسؤول عن السعادة والذي يفرزه المخدر، وبيتسبب أيضا في الشعور بالاكتئاب. طيب بيتسبب الشبو أيضا في حدوث تشنجات في الجسد أشبه بنوبات الصرع نتيجة زيادة الموجات الكهربائية في المخ. والحقيقة أنه على الرغم من تعدد أنواع المواد المخدرة ذات الأصول النباتية، إلا أنه خلال السنوات الخمس الأخيرة ظهر مخدر جديد في عدد من محافظات صعيد مصر والدلتا بأسماء متعددة في بعض الأحيان، فالبعض يطلق عليه الشبو والبعض الآخر يطلق عليه الكريستال والآيس أو مخدر أبناء الأكابر،
إلا أنه هذا المخدر تفوق خطورته جميع أصناف المواد المخدرة لو أتت مجتمعة بما في ذلك الهيروين. كمان بيرتبط تعاطي هذا المخدر بجرائم اغتصاب وقتل وأيضا انتحار. العديد من المختصين قالوا أن هذا المخدر سهل التحضير داخل المعامل الكيميائية، ومع ذلك بيحتاج إلى معامل متكاملة ومتخصصة لإنتاجه، وبيصل سعر كيلو جرام منه لمليون جنيه مصري، بينما يبلغ سعر الجرام الواحد من 1000 إلى 1500 جنيه. طيب أين يتم تصنيع هذا المخدر؟ الحقيقة أنه مخدر الشابو بينتشر تصنيعه بدول شرق آسيا وخاصة في الفلبين وتايلاند. الجهات الأمنية سبق وكشفت في تقارير لها أن أكثر المحافظات اللي بتنتشر بها مخدر الشابو هي محافظات وسط الصعيد وجنوبه، وخاصة سوهاج وأسيوط وقنا ومحافظات الدلتا، وده نظرا لانتشار العمالة المصرية في الخارج بتلك المحافظات. خلونا كمان ننتقل يعني لنقطة أخرى وهي خاصة بالمتعاطين لهذا المخدر هذه المرة. هل هناك سبيل للتعافي من هذا المخدر؟ الحقيقة أنه علاج إدمان الشابو بيتطلب مجهود مكثف بيفوق يعني جهود مدمني المواد المخدرة الأخرى، وده لأن عملية العلاج لابد أن تكون بتجرى داخل مركز علاج إدمان متخصص لاستحالة العلاج في المنزل، وده بيكون نظرا إلى حالة الهياج العصبي الشديدة التي تصيب المرضى بسبب الأعراض الانسحابية، والتي قد تتسبب في انتحار المتعاطي بالنسبة للوقت اللي بيحتاجه المتعاطي للشفاء، وهي نقطة أخرى مختلفة. الحقيقة إن علاج مدمن الشابو بيستغرق من 6 ل 12 شهر، حيث يتضمن العلاج 3 مراحل أساسية، وهي مرحلة سحب السموم من الجسد، وطبعا هي المرحلة الأصعب على الإطلاق، ويعني يمكن بيصاحبها بعض الأعراض الانسحابية الحادة والمتمثلة في الاكتئاب والهياج العصبي وزيادة أيضا نبضات القلب وارتعاش الأطراف وفقدان النقط، ومن ثم تأتي بعد ذلك مرحلة العلاج النفسي والتغيير السلوكي، والتي تهدف إلى البحث عن الأسباب النفسية التي دفعت المريض عفوا إلى الإدمان وعلاجه عبر برامج علاج نفسي فردي وجماعي. أما عن المرحلة التي تلي ذلك هي مرحلة التأهيل الاجتماعي وتجنب الانتكاسة، واللي بتهدف إلى عودة المتعافي للحياة الطبيعية من دون انتكاسات. طبعا دي كانت كل التفاصيل والمعلومات الخاصة بهذا المخدر، مخدر الشابو، طبعا مخدر خطير جدا مثلما ذكرنا طوال التغطية. بالتأكيد بشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وانتظرونا في تغطيات أخرى من تلفزيون اليوم السابع على مدار الساعة. تحياتي لكم وإلى اللقاء.